بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقول لكم نكتة جميلة جدا كنت دائما أضحك بها مع ابني. أقول له: هل وجدت القطة التائهة في المدينة؟ يقول لي: لا. فعني وجدت القطة التائهة. فكنا راجعين من المنطقة العربية ولقيت هذه القطة التائهة في المدينة. أخيرا لقينا القطة التائهة في المدينة، فجلسنا نلعب معها وكانت قطة جميلة، يعني زي ما انتم شايفين، يعني كأنها قطة تاعت المحل بس طلعت تتفرج في الشارع يعني. فهذه القطة التائهة في المدينة، يعني شكلها وديع لطيف، لعبت معها بما في الكفاية وصورت لكم هذا الفيديو، أتمنى ينال إعجابكم. Mantis, kind of bug. Yeah, I'm so worried, huh? Hey, Baba. It's okay.